أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العلي العظيم. هاي الآية رقم 32 من سورة المائدة المباركة. الحقيقة أنا بمرات سابقة تناولت موضوع هذه الآية الكريمة وتطرقت إلى معنى الموت والحياة من خلال المفهوم القرآني، واليوم إن شاء الله راح نحاول نزيد على ما قدمناه وندخل ببعض الأمور المتعلقة بالمفهوم العام للموت والمفهوم العام للحياة. طبعا سبق وذكرنا أنه لما بنحكي عن الموت أو الإماتة أو القاتل أو غيرها بنحكي مرات بالمعنى المادي للموت أو للقتل، ومرات بنحكي بالمعنى المعنوي. خلينا نبدأ بالقسم الأول اللي هو من قتل نفسا بغير نفس. طبعا هون الحديث حول القتل عندما لا يكون هناك مبرر وعندما لا يكون هناك حق لا قصاص ولا غيره، بصير هذا القتل أو يعتبر هذا القتل جريمة كبيرة، جريمة نكراء، وبيمتد أثرها على مجتمع بأكمله، على المجتمع كله. حتى بيصير قتل بني آدم، قتل إنسان، يساوي عند الله قتل مجتمع بأكمله. هلأ ليش هالتعميم بالوصف؟ لأنه من يقتل ويتمرس على القتل يسهل عنده إزهاق أرواح كثير من الناس، يعني يتحول إلى مشروع قتل لو أكثر من ذلك، ويصبح مشجع على موضوع القتل أو على جريمة القتل. فإذا القتل بمعنى إزهاق الروح، بمعنى أنه إنسان تجي تحكم عليه بالإعدام، هذا عمل كبير عند الله عز وجل وجريمة نكراء وجريمة كبيرة. القاتل أحياناً ممكن يكون بطريقة مباشرة، بعدني عم بحكي عن القاتل بمعناه المادي، لما نقتل بني آدم، لما نقتل الإنسان، ولكن أحياناً القاتل بيصير بطرق متعددة. يعني مثلاً أنت لما بتجي بتجوع مجتمع أنت ما توصله للقاتل، أنت لما تظلم مجتمع، أنت لما بتنشر الفساد في المجتمع أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، هذا الفساد اللي هو من أثار القتل أو من منتجات القتل أو هو ممكن يكون بحد ذاته هو القتل. طيب كل هذا بيصب بدائرة معينة وبخانة معينة، واللي هي شو؟ هو أنه تعميم ثقافة القتل بالمجتمع، تعميم ثقافة الجريمة بأنواع مختلفة أو بمسببات مختلفة. لما نحن نحاول أنه نشجع أو نوجد مبرر للقتل، نكون نحن عم نقتل المجتمع، عم نقتل الأمة. فالقتل المادي اليوم نشوف الحروب، نشوف الفتن، نشوف الصراعات اللي للأسف ما عم تقتل فرد بعينه، يعني تقتل أمة بأكملها. فهيدا القتل بالمعنى المادي، إزهاق روح بني آدم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومرات بيكون القتل بالمعنى المعنوي، وهذا سبق وحكيناه، تقتل أنت، تقتل إرادة إنسان، تقتل فكر إنسان، أنت بتقتل كرامة إنسان، بتقتل حرية إنسان، هذا كله قتل. لما بتجاهل المجتمع أنت قتلته واقعا عمليا، أنت حكمت عليه بالموت. لما بتستغبي مجتمع، بتستغبي أمة، أنت حكمت عليها بالإعدام، بالموت، لأنه قوة المجتمعات
بمعرفتها. قوة المجتمع بالمعرفة، قوة المجتمع بالعلم. تجهيل هو قتل، الظلم هو قتل، تجويع هو قتل، إثارة الفتن والقلاقل بين الناس هي قتل. فإذا القتل مرات بنتصور بمعناه المادي وإزهاق أرواح الناس، ومرات بنتصور بمعناه المعنوي عندما تقتل إرادة مجتمع، كرامة مجتمع، عزيمة مجتمع، هذا هو قتل. لذلك طبعا هيدا ما بدي اتوسع كثير بموضوع القتل لانه سبق وحكينا فيه، لكن خليني انتقل لمفهوم الحياة اللي وراء ذكرها في الآية. ليه بتكمل بتقول ومن احياها، اي احيا هذه النفس، فكأنما احيا الناس جميعا. شوف شوف هون التأكيد على انه مثل ما انت لما بتقتل بني ادم قتلت مجتمع، مثل ما لما بتقتل بني ادم قتلت مجتمع، قتلته بالمعنى المادي، مثل ما انت لما بتقتل امه قضيت عليها، اعدمتها على سواء كان ماديا او معنويا. بالمقابل وبالعكس، والعكس هو الصحيح، انت لما بتجي بتحيي نفس، طب حياه هذه النفس كمان هي حياه لمجتمع، ولكن ما معنى الاحياء هنا؟ كمان الاحياء يتصور بمعنيين اثنين. إحياء بالمعنى المادي، وهون أنا يعني بقول بوركت جهود هؤلاء الجنود، الجنود المعلومون أو الجنود المجهولون، هؤلاء الناس الأطباء الممرضون الممرضات، الهيكل أو الجسم الطبي اللي 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 بتكون رسالته في هذه الحياة هي حفظ الروح البشرية، حفظ الحياة البشرية. طوبى لهؤلاء، عم يساهموا بجهود جبارة من أجل حفظ الحياة الإنسانية. ومن أحياها، يعني أنت أيها الطبيب لما بتجي تحيي روح مريض أو تحافظ على، بدي أقول حياة روح مريض، مريض بيكون مصاب، جريح، مريض، أي أمر، وأنت بتجي بجهد جبار وبتستعمل كل إمكانياتك من أجل أن تحافظ على حياة هذا المريض، هذا إحياء. بيجيك إنسان متصاوب، إنسان مقوس، إنسان عامل حادث، وأنت أيها الطبيب تجهد بكل ما أوتيت من قوة، من كل ما أوتيت من عزيمة، من أجل أن تحافظ على هذه الروح البشرية. هذا عند الله كبير وعند الله عظيم. الحياة بالمعنى المادي نتصورها كمان بعدة أمور. مثلا إحنا اليوم نشوف لو مش طبيب، لو مش قادر على معالجة المرضى أو الجرحى أو المصابين، ولكن إنسان أحيانا يتحول إلى مسعف وإلى منقذ بشكل تلقائي. شوف واحد مثلا هلأ، وهذه نحن بنشوف هاي المبادرات الطيبة عند الناس اللي بيكونوا مثلا مرئين صدفة بمكان وبيصادفهم حادث، انفجار لا سمح الله، حادث، انهيار مبنى، إلى آخره، حوادث كثيرة، وبيلاقوا حالهم فجأة أمام مجموعة كبيرة من المصابين ومجموعة كبيرة من الجرحى، وهن بحاجة إلى إسعاف. بيتحول كل واحد من هؤلاء لشو؟ بيتحول لمسعف، بيتحول لطبيب، وإن كان لا يعرف الطب شيئا بيحاول بكل ما أوتي من قوة أن يحفظ هذا الإنسان، أن يحفظ هذه الروح، هذه النفس البشرية. طوبى لهؤلاء حقا. كذلك الأمر من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف هو مثلا أحيانا اللي بيلبوا نداء الواجب، أنا بسميهم بيلبون نداء الواجب لما يزدعون أو يستدعون للتبرع مثلا بالدم. أحيانا كثير بعض المرضى، بعض المصابين بيصير في عندهم حاجة لدم إضافي، بيكونوا فقدوا دمهم ويحتاجون إلى دم، وبيطلع نداء وبيطلع إعلان أنه اللي بتوافق دمه أو فئة دمه فئة دم هذا المريض فليجي ويتبرع بالدم. وهؤلاء طبعا وبدون أي مقابل بيجوا بيتبرعوا بدمهم. أيضا طوبى لهؤلاء، طوبى لهؤلاء. أكثر من ذلك تتطور الأمور إلى أكثر. نحن بنلاحظ أحيانا إنسان حي، ولكن لكي تستمر حياته هو يحتاج إلى عضو من حي آخر، عضو من أعضاء الجسم. بضرب على سبيل المثال
موضوع مثلا انسان قد يحتاج الى تتعطل عنده الكلى، يحتاج الى كلوي وحده او كليه واحده لكي يستمر على قيد الحياه. طبعا هذه الكلوي او الكليه مفروض انه حدا من الاحياء يتبرع له فيها. طبعا هذا عمل جبار، وهذه تضحيه كبيره جدا جدا جدا، انه انسان يجي لجزء منه، لجزء عزيز عليه، لجزء تكتمل به هذه البنية الجسمية، ويتخلى عنه ويتبرع به لأحد أقربائه أو أصدقائه، وبقدمه لهذا الآخر لكي يحفظ حياة هذا الآخر. طب هذا مش عمل جبار، مش عمل عظيم؟ طبعا من الناحية الشرعية، من الناحية الدينية، أكيد أنه هذا عمل مبارك وعمل جائز، طبعا بشروط وبقيود حكيوا عنها الفقهاء، خصوصا أنه ما يكون في تأثير على حياة الحي، وما يكون في خطر، وما يكون في ضرر، إلى آخره من الشروط اللي بيحطوها لحتى تكون يعني واضحة أمام من يريد أن يتبرع لآخر. كمان أكثر من هيك، بنجي احيانا لانسان ميت، لانسان ميت، وعضو من اعضاء هذا الانسان الميت تتوقف عليه حياه اخر حي. شو الموقف الديني بهذا الموضوع؟ شو الموقف الانساني؟ طبيعي نحن لما بنقول حياه انسان متوقفه على هذا الامر، الاسلام اعطى الاولويه المطلقه لحفظ النفس البشريه، أعطى أولوية مطلقة لحفظ النفس البشرية. الإسلام بيقول إنه حتى الأحكام التأسيسية أو الأساسية تتحول لأحكام تتغلب عليها أو تتقدم عليها الأحكام الثانوية إذا كان في مصالح كبرى. مثلا أنا أعطيك مثال، نحن عندنا مثلا شرب الخمر حرام، حرام قطعا بدون جدال، بدون نقاش. لكن أحيانا لنفترض، طبعا لنفترض انه توقفت حياة مريض، هلا بتقول لي معقوله؟ ما بدي ناقش بالمثل، انا عمول افتراضا، افتراضا، ما تيجي تناقشني انه لا وفي بديل وما في بديل، بعرف هذه الامور، بس انا عم اقول لك لنفترض ان حياة مريض توقفت، ما عاد عنده علاج بالكون ولا دواء ولا شيء الا ان يشرب الخمر. هون شو راي الشرع بالموضوع؟ هون الشرع مش بس بيقول انه جائز ان يشرب الخمر، لا، إنما يقول يجب أن يشرب الخمر. ليه؟ لكي يحفظ نفسه من الهلاك. وهكذا كتير أحكام شرعية تتحول طبعا مع 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 التفات دقيق جدا، حتى ما نفهم الأمور غلط ونقول أوه لكن الشيخ هلأ يجيز شرب الخمر. أنا ما عم أقول بالمطلق، عم أقول إذا كان عندنا فرض وفرض أن لا يوجد دواء في الكون في العالم لهذا الإنسان لكي يبقى على قيد الحياة سواء يتناول قليل من الخمر، هون بتصير. على هيدا الأساس وعلى هيدا القاعدة نجي نحن للتبرع بالأعضاء، وكثير ناس بيسألونا وشو حكم الشرعي بالتبرع بالأعضاء، وهل يجوز أن يتبرع الإنسان بأعضائه من أجل حفظ حياة آخر؟ هل يجوز لإنسان أن يوصي بالتبرع بأعضائه لآخرين؟ من الناحية الفقهية، من الناحية الشرعية، حتما أن هذا جائز ولا إشكال ولا ريب فيه، إذا طبعا كان مسبوق بوصية من نفس الشخص، و بيكون في توقف لحياة آخرين، في مصلحة، في ضرورة. هلأ بعض التفاصيل اللي بيختلف عليها الفقهاء، هن بيختلفوا بالتفصيل، بس ما بعتقد أنه في اختلاف بينهم بالمبدأ، بالمبدأ بالتفقين أنه هيدا موصي وبالتالي في مصلحة وفي حفظ لنفس بشرية. نعم صحيح أن للميت كرامة كما للحي، والإسلام انطلق من تشريعه أو من تشريع عدم تشريح أو عدم تشويه الجثة. من أي باب؟ من باب حفظ كرامة هذا الميت. نشوف نحن كل عمل يساء فيه إلى الميت، إلى جثة هذا الميت، هو مرفوض وهو حرام. لكن إنه نجي نحن ونشيل عضو لنحفظ به حياة آخر مسبوق بوصية من نفس الإنسان قبل أن يموت، وفي إنسان آخر إذا شلنا العضو من الميت وحطيناه بهالحي ولكي يبقى هذا الحي على قيد الحياة، وين هي المشكلة؟ ما في مشكلة أبدا، منا حرام أبدا، بالعكس قد تحول إلى واجب في بعض الأحيان.
وعلى كل الحال وبكل الحالات تبقى حرمة الميت بدون أن تنتهك في هذه الأمور، ما فيها أي انتهاك لحرمة الميت. هيدا أنا بعتبره عمل إنساني، ولما نحكي بالإنسانية نحن نعرف أن الإسلام هو دين الإنسانية. الإسلام ما إجا ليحرم شيء في مصلحة للإنسان، في فائدة للإنسان. قديش مهم أنه نحن ولو قدمنا تضحيات من أجل حفظ النفس البشرية ومن أجل الحفاظ على الحياة الإنسانية، قديش نحن نكون لائقين بكرامة الله وبلطف الله. إذن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعدني هون عم بحكي عن الإحياء بمعناه المادي. كذلك الأمر لما بنجي نحكي عن الإحياء بمعناه المعنوي أو الروحي، كمان بنقدر نتوسع بالشرح وبنقول إنه طيب مرات أنت بتحيي إنسان بيكون مشارف على الموت وتحييه بمعنى أنك تعطيه دم، تعطيه عضو من الأعضاء بالطبيب وبتعالجه وإلى آخره. أحيانا تحيي مجتمع كمان من النحو المادي لما أنت بتتلمس حاجات هذا المجتمع. يعني احنا اليوم مثلا ما فينا ننكر انه المادي أو الحاجات المادية هي حاجات أساسية لحفظ الحياة البشرية واستمرارها وتقويمها واستقامتها. يعني مثلا اليوم احنا حتى ما نكون خياليين او مجرد مستعرضين للمشكلة، احنا مرات بنقعد نستعرض المشكلة ولكن للأسف نحن ما منقدم لها حل. يعني الحل ليس موجودا عندنا، إنما منوصف المشكلة. يعني جل ما يمكن لنا أن نفعله هو توصيف المشكلة. توصيف المشكلة يعني اليوم والله في فساد، في انحراف، في جريمة، في فقر، في جوع، في مشاكل. طيب كيف بتعالجها؟ كيف بتعالجها؟ بالمواعظ. يعني خلينا نكون صريحين مع أنفسنا انه اليوم لا تفكر الناس انه انا هلا طلعت على المنبر او هلا خاطبتكم كما اخاطبكم الان على الشاشه انه خلص حليت الازمه وانتزعت اسباب الانحراف والفساد والكفر والفجور والجريمه بمحاضره. انا متاكد انه الناس هلا بعد الزمان يمكن قلال جدا اللي بعدهم عم يتسمعوا حتى للخطاب الديني، انه بيعتبروا انه الخطاب الديني عم يوصف المشكلة بس ما عم يقدم لها الحلول. وأنا بقولها بصراحة، الحلول ليست عندنا، الحلول هي تحتاج إلى إرادة مجتمعية بيساهم فيها كتار من الناس. لكي أحيي مجتمع بالمعنى المادي لازم أمنه مقومات الحياة، وأهم وأساس مقومات الحياة هي الطعام والشراب والحاجات الضرورية والأساسية واللازمة. وهذه ما بتتأمن بالمواعظ والخطب، هذه من نأمنها بالمال، بالأساليب المادية، بالإمكانيات المادية. فإذا هون تبرز مسؤولية المقتدرين بالمجتمع وخصوصا المتدينين منهم اللي عندهم هذا الحس الإنساني المتحفز. إنه يا جماعة، وهذه نصيحة اللي بده يشتغل ويستثمر في الدنيا للآخرة، خير يروح يشوف حاجات الناس، يلامس حاجات الناس، يلامس مشاكل الناس وأن يوجد لها حلولا، حلول عملية. فاليوم ما فيك تيجي تقول أنا بدي أحيي مجتمع كمان هلا ننقل لها هذه الفكرة، نحيي المجتمع بالمعنى الروحي، بالمعنى القيمي، بالمعنى الديني، بالمعنى التربوي، بالمعنى الثقافي. كيف بدك تحيي؟ بدك تحط إمكانيات، بدك تشوف أسباب الانحراف والفساد وتعالجها بطريقة عملانية. يعني اليوم مثلا احنا عنا جيل الان كبير جدا من الشباب خصوصا بعالمنا العربي والشرق الاوسط عنده مشاكل اقتصادية كبيرة، وبعتقد انه اليوم المانع الاول والاساس من بناء الاسرة والزواج وبناء الاسرة هو الفقر والفاقة والعوز. وبالطبيعي لما انت بتجي بتسكر ابواب الحلال وبتسكر ابواب الاستقرار، انت فتحت ابواب على الجريمة على مصراعيها، فتحت المجال للناس أن تنحرف، فتحت مجال نتيجة الفقر والعوز والجوع والحاجة لأنه الناس تفسد. طيب أنت كيف بتحيي حياة الناس روحيا ومعنويا؟ كيف تحييها؟ تحييها عندما تعالج هذه المشاكل، عندما تقدم لها حلول عملية. نحن اليوم بمجتمع ما في إشي أنا أحكي الشباب اليوم وخاطبهم وأمرهم بالعفة وبالاستقامة وأنه يلتفتوا
وما يوقعوا في مكائد الشيطان ومصائد الشيطان بدون أن أقدم لهم حلول عملية. نعم الموعظة يا كتر خيرك، عم توعظ الناس، عم تذكر الناس، هذا تكليفك، وذكر إن نفعت الذكرى، ولكن هذا لا يكفي. نحن ما فينا ما نكون واقعيين، ما نحكي الحقيقة. نحن اليوم أعجز ما نكون عن تغيير وإصلاح في مجتمعاتنا. لماذا؟ الكلام لوحده لا يكفي، بدنا مشاريع، بدنا مبادرات، بدنا فعل، بدنا ممارسة عملانية على أرض الواقع من أجل دراسة مشاكلنا الاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية والأخلاقية وإلى آخره، ومن نوضع خطة عمل كيف ممكن أن نعالج هذه المشاكل، كيف ممكن أن نحاصر هذا المد اللي يغزو مجتمعنا. وللأسف الشديد ممكن أن ينهار المجتمع بأكمله بكله إذا ما استمر هذا المد، ولم نضع السدود اللازمة والضرورية لأجل السيطرة عليه ولأجل إيقافه. لذلك منيح كتير نفهم المعنى الحقيقي للإماتة والمعنى الحقيقي للحياة، ويفهم كل واحد فينا أنه قد يكون أحياناً قاتل ولو بغير السلاح، قد يتحول إلى قاتل، قاتل ليس للنفس البشرية إنما قاتل للروح الإنسانية، للكرامة الإنسانية، للعفة، للنظافة، للأخلاق، للقيم، للمبادئ التي يجب أن يعيش عليها الإنسان لكي تثبت حياته وتستقر حياته. وبالمقابل أنت تستطيع أن تحيي الناس، ليس بوصفك طبيبا للناس ولا معالجا للناس، ولكنك تستطيع أن تحييهم بما تملك من قدرات ومن غيرة ومن مشاريع عملانية على أرض الواقع، تحفظهم، تؤمن لهم الاستقرار، تؤمن لهم البديل من الفساد، تحول بينهم وبين ما ينغص عليهم حياتهم الكريمة. لذلك مسؤوليتنا أن نعرف معنى الموت ومعنى الحياة، المعنى الحقيقي والمهم للموت والحياة، لننطلق في مسيرتنا الإنسانية، ولننطلق في رسالتنا، ولننطلق في تحقيق أهدافنا بما يرضي الله عز وجل، وبما يحقق لنا الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.